مشروعنا صالة ألعاب للأطفال اسمها فيري تيلز. كأمهات بغينا نسوي مشروع نفيد في المجتمع وفي نفس الوقت نشارك أطفالنا في المشروع نفسه. لاحظنا اهتمام أطفالنا باللعب الخيالي، ففكرنا أن نصمم المحل كعالم خيالي يدخل فيه الطفل ويستمتع كأنه في عالم آخر، بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي لدى الأطفال من عمر مبكر. مبادرة بمجهود الشباب فكرة وايد حلوة، تشجعنا بالاستمرار وتشجعنا أن نعطي الأكثر.